مفهوم الجواز عندنا خاطئ، ومفهوم العلاقات عندنا مضروب. ليه بقى؟ احنا بنعرف الحب منين يا دكتور؟ ما للاسف احنا بنعرف الحب من السينما. بيحصل ازاي في الافلام؟ دايما في بطل ماسك بوكيه ورد وطالع من على البلكونه وبيخبط على الازاز وحبيبه قلبي والله موجود دلوقتي بس بطرق اخرى، بيجي يقف العربيه تحت زمان منى احمد انت مش متابع السينما حديثا؟ لا دلوقتي في بيقف بالعربيه تحت وماسك البوكيه وبينادي وبيزعق واطلعي لي، ولو متخاصمه معاه لازم يفضل يزعق لحد ما الشارع كله يطلع من الشبابيك وهي تطلع ترد عليه. فاحنا بيظهر عندنا زي مثال في الميديا بيقدم لنا حب. اولا الراجل العاشق اللي فيه ده ما بيشتغلش وما عندوش مشاكل، هو مشكلته كلها في الحياه ان هو يعبر لها عن حبه، فهو بيجيب هدايا الصبح وبيتكلم في التليفون بالليل والظهر بيخرجها، وطول الوقت عمال يعني ايه بيحوم حواليها عشان يحسسها بالحب والامان. بينما ان المثال ده احنا بنشوفه في فيلم يعني ده ساعتين، لكن لما نيجي نرجع للحياه الواقعيه دلوقتي الست نفسها بتنزل تشتغل ومجهده، فهي اصلا لو جالها واحد سوما العاشق كده واقف طول الوقت عمال كده تقول له لا، فبقول لك ايه انا مش قادره، انا عايزه ارتاح، انا عايزه اشتغل. فالحياه الحب اللي بيحصل خلال الحياه هو او نقدر نقول عليه الحب الواقعي مختلف تماما عن مفهوم الحب اللي بيجي في دماغنا. طب لما بنيجي نخطب ايه اللي بيحصل؟ لما بنيجي نخطب بنبقى متاثرين بالمفهوم اللي في دماغنا فبنحاول نعمل شبهه، فتلاقي دايما ورد بيتبعت، رسائل بتيجي، فيه اهتمام زائد، هو بيحاول يبني العلاقه دي قوي. المفهوم الخاطئ اللي عندنا ايه بقى؟ ان انا خلاص انا بنيت العلاقه، نجاحي ان احنا اتجوزنا، رغم ان البنى بتاع العلاقه بتستمر بعد الجواز الى ان تنتهي، لو بطلت تبني فيها بتقع. فبيجي الراجل او البنت او الاثنين في نفس الحاله بعد ما بيتجوزوا بيبطلوا او بيحسوا ان الموضوع خلص، يعني مش المفروض ان ابذل مجهود تاني بقى، ما احنا اتجوزنا هبذل مجهود تاني ليه؟ فيبتدي الكلام الحلو اللي كان بيتقال ما بقاش بيتقال زي الاول، يبتدي النقاشات كلها والحوارات على هناكل ايه بكره، طب الاكل النهارده كان مملح، طب انت هنروح لماما امتى، طب وانا كل شويه تقولي لي هات مش عارفه ايه وانا راجع. فنبتدي السحبه اللي بتحصل مره واحده المفاجاه دي، لان هو عنده مفهوم ان انا خلاص اتميت النجاح بان احنا دخلنا البيت. فالانسان لو المفهوم عن الجواز مظبوط بيبتدي يخش برؤيه اوضح، ان لا ده انا مجرد ما دخلت البيت المهمه بقت اصعب، ده محتاجه مجهود اكبر، لان الشخصيه دي بقت بتقضي معايا وقت اكتر، بقت متعرض لعيوب فيها عمري ما كنت هشوفها في الخطوبه. ده عشان كده هم لان الخطوبه طبعا كل واحد بيظهر احسن ما عنده يعني. تجمل بقى انا يعني انا هاجي في الخطوبه اقول لك انا وحش. عارف يا دكتور في سؤال شهير جدا بيجي في ما بين يعني العلاقات في الاول كده، انت ايه اوحش حاجه فيك؟ السؤال ده معروف جدا اجابته دايما اني بثق في الناس بسرعه. هو اسال بقى كل المتجوزين هتلاقي ان اللي اتجوزته ده ما بيثقش في الناس اصلا، يعني ده تعبان في الحته دي، ولكن ما حدش بيطلع يقول اصلا انا عصبي، اصلا انا مش منظم، اصلا انا بحب التلفزيون صوته عالي، اصلا انا ذوقي وحش في الاكل ورغلس وبقعد دايما ما فيش حاجه بتعجبني. اخفاء العيوب يعني ما حدش بيطلع عيوب، اصل الطبيعي ما حدش هيقول ان انا وحش. فلما يجي يخش الجواز دي حاجات بغصب عننا، ما فيش حاجه بتدار، احنا في وش بعض. عشان كده الناس جون جوتمان كان بيقول لك الحب مش هيبان اذا كان حقيقي ولا لا الا لما تتعرض للشريك بتاعك في كل حالاته، وهو متعصب وهو تعبان وهو مضغوط نفسيا، معاه فلوس وهو مش معاه فلوس، كل ده يبتدي يظهر الحب حقيقي. تشوفه وهو مريض، يعني انت وفي الخطوبه لو هي مريضه ولا بتاع بيبعت لها مسج مش عارفه ايه، سلام عليكم وخلاص ما هي قاعده مع اهلها. لكن لما تبقى الزوجه هي اللي مريضه، لا ده انت هو ما فيش حد في البيت غيرنا هتعمل ايه؟ ما انت مطلوب منك انك تقعد وتساعد وتعمل او العكس. فبيبتدي يبان هنا بقى مين اللي اصله حلو، مين اللي فعلا مشاعره صادقه وهيتحملك في الحلو والوحش. لان في بعض الناس يقول لك لا، هو انا متجوزك عشان تتعبي ولا تمرضي، ولا انا متجوزاك عشان تقعد لي في البيت بقى وفي اخر الاسبوع تقول لي انا تعبان من الشغل، انا متجوزاك عشان تفسحني عشان نخرج. فكل ده يبتدي عندنا يخلي الحب زي ما الاستاذه كانت بتقول كده ايه، لا بعد الجواز ده ما بقاش الحب اللي احنا عارفينه، عشان من الاول اصلا الحب اللي احنا عارفينه ده عمره ما هيبقى حب واقعي منطقي نقدر ننفذه جوه البيوت.